تفضل أخي مشاري من حائل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. الله يحييك، تفضل. الله يعطيك. بس عندي سؤال بس للشيخ. تفضل. سؤالي، أنا متزوج لي 4 سنوات وما حملت زوجتي، فالآن حملت. قبل الحمل حلفت أني قلت والله يعني إذا حملت زوجتي أني إن شاء الله لا أصوم 9 شهور لين ولادته، كل 2 وخميس الوجه الله. والآن لها 4 شهور وما صمت، يعني ما أدري وش اللي علي. يا أخي يلزمك النذر. يلزمك النذر. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقال تعالى: يوفون بالنذر. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. طيب يا شيخ، بس الآن هي لها 4 شهور، طيب ال4 شهور اللي فاتت وش تسوي فيها؟ تصومها، تقضيها. أقضيها؟ أحسن الله. نعم.